مشاهدينا الكرام، أسعدنا بلقائكم مجددا في برنامج أهل المدينة لنعرض لكم حكايات المدينة وقضاياها وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة 30 نوفمبر ذكرى الاستقلال والنضال، حي العجائز في كريتر دلالة التسمية وذكرى الأثر، مشروع خاص لشابين وفتاة في عدن. مشاهدينا نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع من أخبار وأحداث. وقعت السلطة المحلية بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع منظمة كير العالمية لتنفيذ مشاريع خدمية في مجال الصرف الصحي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للوقاية من مرض الكوليرا. وتتضمن المشاريع إنشاء خط للصرف الصحي بطول 130 مترا في منطقة السي كلاس مع ملحقاتها، واستبدال وإنشاء خط للصرف الصحي بطول 30 مترا في مدينة الشعب مع ملحقاتها، وإعادة تأهيل وترميم مبنى ضخم مياه الصرف الصحي بمنطقة السي كلاس، وتركيب 4 مضخات عمودية لمحطتي ضخ مياه الصرف الصحي بمنطقتي السي كلاس والبي كلاس، وكذا مشروع صيانة 8 مضخات غاطسة لمحطات الضخ، وتصفية 14 خزان تجميعي لمياه الصرف الصحي. كان يوم 30 نوفمبر 67 حدثا فاصلا في حياة كل اليمنيين، كيف تبدو ملامحه بعد مرور أكثر من نصف قرن على خروج آخر جندي بريطاني من عدن؟ رحل قادة الثورة ورموزها الأوائل وتصدرت تضحياتهم صفحات التاريخ، فصار يوم 30 نوفمبر ذكرى وطنية بجلاء آخر جندي بريطاني من عدن عام 1967 للميلاد. هي ذكرى خالدة وعظيمة وتكتسب راهنيتها في إصرار شعبنا اليمني بالتمسك بقيم الحرية. شعبنا اليمني في هذا الشطر تمكن من إرساء أو تمكن من الإعلاء من قيم الحرية عندما رفض كل أشكال الاحتلال البريطاني الذي جثم على أرض اليمن لأكثر من 129 عام. هذا اليوم العظيم، اليوم التاريخي الذي سطر فيه شعب الجنوب ملهمة بطولية ضد الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وهي بريطانيا. ذكرى الاستقلال لم تكن لتتحقق لولا تضحيات الثوار ونضالاتهم التي غدت تاريخا يروى وحرية تستلهم. بالنسبة للأعياد الوطنية هي ذكرى تاريخية لا نستطيع أن نقول أنها تحقق شيء، وإنما هي تجسيداً لتضحيات وتذكيراً للأجيال القادمة بمدى التضحية الذي قدمها الآباء والأبناء في الوقت الحالي، وتكون طريقة استشرافية للمستقبل الجنوب. وإن كانت تلك النضالات قد مثلت معركة حقيقية أدارها شعبنا بكل حنكة، إلا أنها لا زالت هذه المعركة تكتسب راهنيتها اليوم في تجاوز هذه الظروف. فالشعب الذي تمكن من تجاوز حالة الاستعمار القاسية التي مثلتها بريطانيا يستطيع أن يتجاوز حالة اللا حرية وحالة الاغتصاب لمجموع المشاكل والأزمات التي خلقت هذه المرة بأيادي يمنية بكل أسف. من انطباعي أنا كل ما بتجي سنة بيخف هذا، لا أقول الاعتزاز بهذا اليوم، سوف نظل معتزين بهذا اليوم، يوم الاستقلال والمجد لوطننا، إنما تقل اهتمام الشباب ليس مثل آبائنا ومثل الجيل السابق اللي كان لديهم التقديس لهذا الشيء.
نصف قرن على ذكرى الاستقلال في جنوب اليمن، إلا أن هذه الفترة الزمنية شابتها أحداث ومتغيرات أجهضت تحقيق الكثير من المكاسب. ممكن نقول أن حدث فشل جذري لبناء الإنسان من ناحية التعليمية الذي يعتبر المخرج الرئيسي لتحقيق أي تنمية في أي مجتمع من المجتمعات. في يأس، يأس وإحباط من القادم أو خوف من القادم، لأنه التغني مثلا بالماضي كل ما أتت فترة تغني بالماضي أنه ماضي الفلان أفضل، ماضي بريطانيا أفضل. لا، أنت محتل. كل ما يجي جيل يتغنى ويتمدح في الجيل اللي قبله وفي النظام اللي قبله وفي الأساسيات الزمان، لكن زمان أحسن الآن. لا، غير الشعوب. الشعوب لازم لما بتذكر الزمان بتقول لا، زمان كان أليم، زمان كان تعب، زمان كان فقر، الآن نضجنا، الآن تعلمنا، الآن لدينا ترفيه، لدينا أشياء كثيرة. يعني بدل ما نجلس نقول لا أيام بريطانيا أيام، لا، الحمد لله نحن استقلينا، والحمد لله أنه كان يوم عظيم 30 نوفمبر يوم الجلاء. الحمد لله أنه نحن الآن في وطننا معززين مكرمين، وإن شاء الله سوف نبني عدن واليمن يد بيد. سيظل يوم الجلاء علامة فارقة في سماء الوطن، لن يخبو بريقه في ذاكرة الأجيال، لكن حماية المكاسب الوطنية وبلورة أهداف ثورة أكتوبر ستبقى مرهونة بمدى ما يتحقق منها في واقع الحياة. نرحب اليوم بالدكتور محمد عبد الهادي، أستاذ الاتصال والإعلام المسموع والمرئي بجامعة عدن والمهتم بالإعلام السياسي. أهلا ومرحبا بك اليوم دكتور معنا. اليوم نتحدث عن يوم الجلاء 30 نوفمبر وقيمة هذا اليوم بالنسبة لنا الآن. كيف ترون اليوم يوم الجلاء 30 نوفمبر؟ ما هي أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب اليمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تشرف أن نكون اليوم ضيفاً في قناتكم الطيبة والتي دائماً تواكب الأحداث والمستجدات، ومن ضمنها الاحتفاء اليوم بذكرى 51 للاستقلال الوطني المجيد في 30 نوفمبر 67. طبعاً هذه الاحتفائية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لكل الناس سواء في الجنوب أو الشمال على حد سواء، فهي مناسبة تجسدت في وجدان وضمير كل إنسان يمني، وخاصة في المحافظات الجنوبية التي شهدت هذا الاستقلال بعد نضال استمر 4 سنوات من 63 حتى 67، تكلل بيوم الاستقلال في 30 نوفمبر 67. أهميته تأتي كمناسبة مهمة، ولكن هذه المناسبة كان عليها أن ينبغي أن تكون في مستوى هذه التحديات التي تواجهنا اليوم، من حيث تجسد هذه المناسبة روح العطاء والتنمية في البلاد. ولكن للأسف اليوم ما نشهده واقع مغاير تماما في ظل الحرب القائمة والمستعرة حتى يومنا هذا. تقصد دكتور بأن مستوى الاحتفالات أو مستوى الوعي بأهمية هذا اليوم ليس كافيا، أم أن الاحتفال بهذا اليوم لم يكن كافيا والاحتفاء به؟ ليس الاحتفاء به سنويا كتقليد، ينبغي أن نخرج من هذه الدائرة. فالاحتفاء ينبغي أن يكون هو احتفاء بمنجز يتم تقديمه في هذه المناسبات مثل مناسبة 30 نوفمبر أو غيرها. فالاحتفاء وإلقاء الكلمات والأغاني والرقصات ليس بكافية لتعبر عن هذه المناسبة الخالدة، ولكن الاحتفال ينبغي أن يقترن بالعمل والجهد وتغيير حتى في مفاهيم عقلية الإنسان نفسه في التعاطي مع هذه المناسبة. فالتعاطي معها قبل 51 عاما ينبغي أن يتغير اليوم، ولكن نحن ما زلنا نتعاطى معها بنفس النفس السابق. احتفالات ويوم يمر نحتفي به ثم يمر عابرا كبقية الأيام الأخرى. ماذا قدم الإعلام لهذا اليوم؟ الإعلام قدم ما تم نقله من فعاليات سواء كان في عدن ولا في مأرب ولا في أي منطقة من المناطق اليمنية الأخرى، نقل كلمات وفقرات احتفالية
لكن الإعلام لن يجسد مضمون هذه الفعالية الاحتفائية كما ينبغي أن تكون، وأقصد بذلك ينبغي أن تجسد مستقبل وطموح هذا الشعب في الحرية والتقدم والازدهار والنماء، وليس في نقل احتفالات اعتدنا على مشاهدتها كل عام. منذ 51 عاما والإعلام والشعب اليمني بشكل عام يحتفل بطرق يعني تقليدية كما ذكرتم دكتور بهذا اليوم. اليوم هل يوم الجلاء 30 من نوفمبر لا يزال يمثل نفس الأهمية في قلوب الشعب اليمني؟ الأهمية هي لن تأتي إلا من خلال فجر جديد. الأهمية لن تأتي إلا بيوم جديد يشعر فيه المواطن أن هذه المناسبة قد حققت أهدافها. وطالما المناسبة هذه العظيمة لم تحقق أهدافها كما كان يتطلع لها الناس، فتبقى ناقصة حتى تتحقق كل أهداف هذه المناسبة الغالية. يعني الأهداف التي نتحدث عنها هي معروفة عند الجميع، مثلا لو تسلط لنا الضوء على أهم الأهداف لثورة أو يوم الجلاء وثورة 14 أكتوبر. 67 مثلت للناس منعطف جديد في تاريخ الله في تاريخهم، ولكن للأسف الشديد مرت 51 عاما دون أن تحقق أدنى أهدافها حتى الآن. ولكن رأي كل الناس سواء المواطن البسيط ولا الأستاذ اللي في الجامعة ولا المثقف ولا حتى ربات البيت، لن تشعر أن هناك قد تغير شيء حتى الآن، لا على مستوى التنمية ولا على مستوى إعداد الكادر المطلوب ولا على مستوى تحقيق الطموحات التي طلعتها الناس. انظري إلى حالة الناس في الشارع وستعرفي هل حققت هذه المناسبة طموحاتهم؟ يسير الوضع من سيء إلى أسوأ، لكن البعض سيقول لك بعض المراقبين دكتور بأن هناك انتشار التعليم، وضع الكهرباء، بعض الخدمات. أنتم كأكاديميين، أنت الدكتور محمد كأكاديمي في جامعة عدن، كيف تقيم الوضع بشكل عام اليوم ونحن بعد مرور 51 عاما على يوم الجلاء؟ من 67 حتى 90 شابت المرحلة كثير من التعقيدات، ولكن كانت في متطلبات معقولة بالنسبة للتعليم، لكن ما بعد ذلك تدنى التعليم بشكل كبير جدا. واليوم ما نشهده نحن فعلا ضعف كبير في مسألة التعليم، صارت حالة الغش في المدارس ظاهرة تكاد تكون عامة حتى بالجامعات نفسها. المناهج التعليمية في المدارس الأساسية والثانوية لم تواكب روح العصر، وحتى في الجامعة نفسها كثير من المناهج الدراسية لا تواكب متطلبات المرحلة وتطلبات العصر والتقدم التكنولوجي المتسارع. فأين نحن من العالم اليوم؟ نحن بعيدين جدا. في رأيك دكتور ما هي الأسباب؟ يعني لو أخذنا بعيدا منذ العام 2014 أسباب الصراع على السلطة، دوامة الصراع على السلطة استمرت من 67 وحتى يومنا هذا، سواء في الجنوب أو في الشمال، في الشمال حتى من 62 وفي الجنوب من 67، فلا تختلف التجربة هنا أو هناك، ولو بفارق بسيط إنه يعني ممكن يقاس في مستوى انتشار المدارس والمناطق والمحافظات والأرياف. كانت في محافظات الجنوبية ربما تكون أفضل شأنا من المحافظات الشمالية في فترات معينة، فالخلل يكمن في إدارة الدولة، إدارة الدولة في القيادة السياسية لإدارة الدولة، القيادة السياسية لإدارة الدولة وإدارة الدولة بكفاءات قادرة لن تتبوى بعد مواقعها. فظلت المرحلة هي تقسيم مناطقي جغرافي أو حزبي على كل المستويات بالنسبة لإدارة الدولة، فمن أين سيأتي هذا التقدم وهذا الإنجاز؟ في العام هذا والعامين المصرمين تقريبا شهدنا بأن هناك تراجع في مستوى الاحتفالات في الجنوب بشكل عام، في خاصة باحتفال 30 نوفمبر، ولكن هناك احتفاء بهذا اليوم في المناطق الشمالية، إلى ماذا نعوز هذه الأسباب؟ لا، في عدن احتفلوا أيضا، احتفلت الحكومة في قاعة الاتحادية في معاشيق،
وكان في احتفال ايضا في قاعة العرب في المعلة، وكان في تخرج دفعة من العسكريين في القلاء في البريقة، كانت في بعض مظاهر، وفي احتفالية كانت ايضا في ساحة المنصورة احتفالية بنفس المناسبة يوم 30 نوفمبر. نعم كانت في احتفالات، كانت لم نعد نشهد ذلك الحشد من الناس الذين يقدرون هذا اليوم ويستشعرون أهميته بالنسبة للشعب اليمني. الناس نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وحتى ثقتها بكثير من الأمور التي لا ترى فيها خيرا حتى الآن تراجعت طبعا، وهذا وضع طبيعي في ظل الأوضاع التي نشهدها اليوم، سواء كان في الجنوب ولا في الشمال حتى نفسه على قدم المساواة. نعم دكتور، بصفتكم أستاذ في جامعة عدن، هل ترون بأن أي هذه الأيام والاحتفاليات الوطنية بشكل عام لا تزال تشكل أياما مهمة بالنسبة للجيل هذا؟ لا أظن تشكل. الجيل الحالي هو عنده تطلعات أخرى، فمن عاشوا التجربة أظن أنا في مراحلها احتفالية 30 نوفمبر ما زالوا متأثرين في هذه المناسبة رغم ما أصابهم. لكن بالنسبة للجيل الجديد أعتقد أن الجيل الجديد ليس متفاعلاً إلى هذا القدر بهذه الاحتفالات، سواء كانت 30 نوفمبر أو غيرها من الاحتفالات الأخرى. نعم، لكن أنتم ألا ترون بأنه يجب بأن يكون هناك وعي عند الجيل الجديد بأهمية الاحتفالات الوطنية بشكل عام، باعتبارها يعني المصدر الذي يستمد منه الوطن قوته ورغبته في النمو والتطلع نحو الأمام؟ أولا لا تنسي نحن نعيش ظرف استثنائي الآن، ظرف استثنائي، ما زالت الحرب قائمة، وما زال الملف مفتوح، وما زالت الأوضاع غير مرتبة، وما زالت القيادة السياسية أيضا موزعة، وما زال الحوثي مسيطر على كثير من المناطق اليمنية، والوضع برمته غير طبيعي بل استثنائي، فاحتفالات في هذه الظروف من الطبيعة أن تكون بهذا المستوى الذي تحدثنا عنها الآن. إذا ظل الوضع السياسي متقلب على ما هو عليه والصراعات السياسية موجودة وتتزايد يوما بعد آخر مثل ما نحن نرى، هل يمكن أن تموت أهمية هذه الذكرى في قلوب الأجيال القادمة؟ من حيث تحل محلها أيام أخرى. من حيث الموت صعب، لكن من حيث ضعفها ممكن أن يكون هذا الوازع الوطني تفاعل مع هذه المناسبات. لكن الصراعات السياسية إذا لم يستقيم الوضع وتعالج الأمور برمتها وفقا لأسس صحيحة ستستمر الصراعات، لن تتوقف الصراعات إطلاقا، صراعات من أجل السلطة، أنا أقول أجل الوصول إلى السلطة. فما يجري هو مشاريع سلطوية أنا أعتبرها كلها. كيف يمكن أن نزرع مرة أخرى أهمية هذه الأيام وذكرى 30 من نوفمبر مرة أخرى في عقول الجيل الجديد؟ 30 نوفمبر ممكن أن تتحقق أهداف يعني أو نزرع أهميتها في الجيل الجديد إذا ما استشعر المجتمع أنها بدأت تحقق أهدافها صحيحة، سواء كان 30 نوفمبر أو غيرها من المناسبات الوطنية الأخرى. نسمع الآن بعض الدعوات وبعض الحديث يقال هنا وهناك بأن الاحتلال البريطاني كنا أفضل حالا مما نحن عليه، ما رأيك أنت بهذا الكلام دكتور؟ الناس بدأت تحن عندما الناس يروا أن الواقع مختلف تماما عن ما كان عليه ويقارنوا بين الأمس واليوم، بطبيعة الحال هناك من يحن لزمن بريطانيا. طبعا بريطانيا عندما خرجت من الجنوب تركت مؤسسات دولة كاملة، تركت جيش، تركت أمن، تركت مؤسسات اقتصادية، تركت مرتفعات رأسمالية، بنية تحتية متكاملة، لكن نتيجة الصراعات دمر جزء كبير من هذا الإرث الموروث يعني. فالناس خاصة اللي عاشوا هذه المرحلة هم اللي يحنوا لله، أما الجيل الجديد فهو لم يعيش هذه المرحلة، ولكن استمع من أهله ومن آبائهم كيف كانت المرحلة في عهد بريطانيا وإلى آخر،
ففي أصوات الآن بدأت تظهر وفي أصوات بدأت ترتفع للحنين إلى أيام النظام والأمن. إلى أيام الإنجليز في عدن، أيام الأمن والاستقرار والنظام. دكتور، ذكرتم بأن الصراعات السياسية والرغبة في الوصول للسلطة ساهمت كثيراً في يعني إجهاض أهمية هذه الأيام. غير مثلاً الصراعات السياسية، هل هناك أيضاً عوامل أخرى ساهمت في إجهاض أو عدم وعي، عدم وجود الوعي بأهمية هذه الأيام أو الاهتمام بهذه المناسبات والاحتفالات الوطنية؟ شوفي، أنا نكون صريحين، بكل تجربة إيجابيتها وإخفاقاتها، ونحن اليوم ليس بصدد يعني محاكمة الماضي بمنظور اليوم إطلاقا، لكن نقول إنه الجنوب مر في مرحلة عصيبة، مر في مرحلة 69، ومر في مرحلة 13 إلى 86، ومر حتى في مرحلة 90 في الوحدة الاندماجية الكاملة التي أضرت بالجنوب والشمال على حد سواء. لو كانت الوحدة أسست على أسس سليمة لما كان حالنا اليوم، لكن يبدو لي أنه كان كل من النظامين قد هرب إلى الوحدة، وبالأخير هو المواطن اللي يتحمل نتائج هذا الهروب. اليوم اللي 94 ولا الآن في 2015 هذا الصراع القائم، وكله أنا أعتبر أنه كل الصراعات اللي قامت ولو بأشكال ومسميات أخرى سواء في الجنوب أو في الشمال هي قامت من أجل السلطة ليس إلا. هذه من وجهة نظري أنا. اليوم هل تحمل ثورة الربيع العربي في اليمن نفس الأهمية التاريخية التي كان يحملها 30 نوفمبر وثورتي 24 و 26 سبتمبر؟ عندما انطلق الحراك الجنوبي في 2007 في عدن، انطلق لمطالب تحسين الأوضاع وإلى آخر. فعندما جاء الربيع العربي في 2011، الحراك أعلن أنه قد سبق هذا الربيع العربي بسنوات، لكن حتى الساحات اللي شهدتها الشمال والجنوب على حد سواء بالنسبة لانتفاضتهم في 2011 تكللت بتسويات سياسية. التسويات السياسية هذه حتى لم تصمد أمام التحديات اللي واجهت اليمن، لأنه أصلاً القاعدة التي مؤسسة عليها هي قاعدة رخوة، لا تستطيع أن تصمد تسويات زي هذه لأنه ستعود الصراعات من جديد. فإن لم تكن هناك تسويات حقيقية تحفظ لليمن كيانه وتحفظ للكل حقوقهم ستستمر هذه الصراعات. نعم. وأنا أخشى حتى يعني نحن اتفقنا خير في المبادرة الخليجية وقلنا أنه هناك الأوضاع ممكن تستقر، ثم جاء الحوار الوطني واستمر لمدة عام وخرج بقرارات وتوصيات ومن ضمنها أيضا شكل النظام السياسي، بغض النظر كان في اقتناع بشكل النظام السياسي الاتحادي أو عدم الاقتناع به من أطراف أخرى، إلا أن الناس تفاءلت خيرا أن هناك خطوات ستجري نحو استقرار اليمن في الشمال والجنوب. لكن للأسف الشديد كل هذا حتى التوافق والاتفاق اللي تم فيما بينهم ماذا قادنا؟ قادنا إلى حرب، ونحن اليوم نعيش السنة الرابعة من هذه الحرب، أكلت الأخضر واليابس في اليمن كله. أليس ما قادنا هو الانقلاب العسكري للحوثيين وميليشيا الرئيس السابق؟ الانقلاب العسكري صحيح للحوثيين، لكن هي ليست مخرجات الحوار الوطني بالأمس. الحوثيين كانوا جزء من هذا الحوار، الحوثيين كانوا جزء من هذا الحوار وشاركوا حتى آخر لحظة، حتى أن أعلنت وثيقة مخرجات الحوار الوطني، ثم جاءت صفقة وثيقة السلم والشراكة، ولكن حتى وثيقة السلم والشراكة والبرعاية أممية كمان لم تصمد، واندلعت الحرب وسيطر الحوثيين على كل الشمال حتى أنهم وصلوا إلى داخل عدن إلى الجنوب. فأنا أعتقد أنه لابد معالجة المشاكل من جذورها وليس إخفاء مشاكلنا وبناء على واقع هش. الواقع الهش لن يقود إلى لا تسويات ناجحة ولا إلى مستقبل منظور. الناس اليوم كفى 51
كفى ليس 51 عاما ولكن أقدر أنا أقول منذ 62. كفى الناس أكثر من 56 سنة أو 55 سنة وهي تعيش من مرحلة إلى مرحلة وكلها صراعات وانهيار دولة. أنا أقول لك بصراحة كل ما تأتي مرحلة يؤدي إلى انهيار دولة ثم نعيد بناء هذه الدولة من جديد. ومضى من عمر الناس 55 جيل كامل أجيال. لهذا الناس تتطلع إلى كيف يؤسس اليمن من جديد. لماذا في رأيكم يتم دائما الالتفاف على الثورات، الالتفاف على منجزات الثورات داخل اليمن، ونفاجأ بأن ما طالب به الشعب من تنمية ومن استقرار ومن تقدم يعود مرة أخرى بالشيء السلبي الأكثر على المواطن وعلى الدولة بشكل عام؟ نحن لما نتحدث عن السلطة نتحدث عن السلطة كرغبات سلطوية، لكن الشعب أيضا مساهم في هذه العملية. الشعب أو فئات من الشعب مساهمة في هذه العملية بهذا الشكل أو ذاك. أولا الإعلام عندنا لن يقوم برسالته بشكل مطلوب للأسف الشديد، بل إن الإعلام ينقسم إلى مؤازرة أطراف الصراع في اليمن دائما. ثانيا نحن لن نؤسس إلى نظام حقيقي يؤدي إلى شراكة الناس في المجتمع. ما هو مؤسس عندنا مقسم على أساس مناطقي فئوي قبلي خالي من منظور بناء الدولة المدنية. بناء الدولة المدنية اللي تؤمن بدور الفرد، لا تؤمن بدور القبيلة ولا دور المنطقة. الآن انت شوفي على مستوى الوزارات مش من اليوم، منذ 67، منذ 62 كانت تقام كلها على أساس تقسيم محاصصة مناطقية ومحاصصة قبلية، وثم التفوا على هذه بتسمية محاصصة حزبية. فتبقى المدن اللي نحن نتحدث عليها، المدن هي الضايعة في هذا. فأبناء المدن هم الذين يدفعوا الثمن أكثر. فلاحظ اليوم أنت عدن تدفع ثمن كبير جدا، عدن تدفع ثمن وأبناء خارجين أي معادلات سياسية قائمة، لا قائمة ولا لاحقة ولا مستقبلية. طيب كيف ممكن هذا يشاركوا في سلطة يشعروا أنفسهم أنهم خارجين أي معادلات؟ لن يستقيم الحال إلا في إقرار حقوق الآخرين، سواء كانت حقوق داخل المناطق أو حقوق على مستوى اليمن بشكل عام أو حقوق على مستوى الجنوب والشمال. نعم. ختاما دكتور محمد، رسالة تحبون تقديمها من خلال هذا اللقاء؟ رسالتي أن تستمروا في رسالتكم الطيبة الإعلامية الطيبة، ونتمنى أن تحدوا بقية الفضائيات، حذو الخطاب الإعلامي المتزن، الخطاب الذي يجمع لا يفرق، الخطاب الذي يعالج أسس وجذور المشكلة، لا الارتهال لأطراف على حساب أطراف أخرى، الخطاب الذي يعمل على مسألة تعزيز عملية التنمية والاستقرار والبناء والسلام في اليمن، لا إلى الخراب والدمار والتفتت. وشكرا لكم مرة أخرى. دكتور محمد عبد الهادي، أستاذ الاتصال والإعلام المسموع والمرئي بجامعة عدن والمهتم بالإعلام السياسي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تبقى مدينة عدن واحدة من أجمل المدن اليمنية، وكلما تنقلت بين حاراتها وأزقتها اكتشفت أسرارا جديدة لهذه المدينة الجميلة، كحارة العجائز حكايتنا لهذه الحلقة. خلف شارع الزعفران بكريتر عدن يقع حي العجائز متوسطاً قلب المدينة الآهلة بالبنيان الذي اتسم بعمق الدلالة وذكرى الأثر. كغيره من أحياء وشوارع عدن، حمل حي العجائز تسمية ذات دلالة في الوسط المجتمعي.
المراجع التاريخية أن تسمية حي العجائز أطلقه أحد المسؤولين الإنجليز عندما وجد المسنات من نساء الحي يجلسن على أبواب المنازل ينسجن ويطرزن المعاوز. حي العجائز الواقع في الشارع 13 في قسم سي سابقاً ورد في وصفه إنها حارة من ذهب يسكنها ملوك العود والطرب. من بين الشخصيات العدنية التي نشأت في هذا الحي والد الفنان الراحل أحمد بن أحمد قاسم الذي عرف بأنه نجار مشهور. لم يغفل تاريخ هذا الحي عن ذكر مؤسسيها ممن وضعوا بصمة في مختلف المجالات من بينهم حسين صالح الصوفي صاحب السبق في فن المعمار وأول من أدخل فن النجارة في اليمن. من أشهر العائلات التي سكنت حي العجائز بيت الصافي وبيت التركي وبيت الرباطي أول من مارس مهنة نسج المعاوز. ترك حي العجائز أثرا كبيرا في تاريخ عدن حيث وجد فيها أشهر بائع للكوافي وأشهر تاجر حلويات. جمعهم حب العمل والرغبة في إقامة مشروعهم الخاص فكان المحيط الأزرق وصناعة القهوة. لنتابع. بنكهة التحدي ومذاق الانتصار يتشارك شابان وفتاة في إدارة مشروع خاص في العاصمة المؤقتة عدن. تخوض داليدا الكلدي مع زميليها عماد نادر وعبد العزيز تجربة جديدة في ظروف صعبة لتأمين حياة قاسية. من حب القهوة جاءت فكرة العمل فأنشأوا كوفي شوب لتقديم كافة أنواع القهوة. أتت الفكرة لما عماد وعبد العزيز فكروا بالمشروع هذا وهم عارفين أنه أنا من محبين القهوة فأجوا عرضوا علي فكرة الشراكة معهم فوافقت عليه. لأنه أنا يعني مش مقيدة نفسي في قانون أو متخصص بتخصصي الخاص، لا أنا ممكن أشتغل أكثر من تخصص، يعني إذا شايفة نفسي أنه أنا ببدع بهذا التخصص وهذا المجال. المهنة هذه أصبحت كهواية بالنسبة لي، اشتغلت فيها كثير من قبل، فحبيت أنه يكون لي مشروع خاص أقدر أتميز فيه وأخذ جزء من حريتي فيه في العمل، ويكون يمثل شخصيتنا إحنا كأشخاص قائمين على هذا المشروع بمشروبات مميزة بطريقة تعامل مميزة باسم حتى مختلف، يعني حتى اسم المكان يدل على حبنا للون الأزرق. فكانت فكرة المشروع أنه إحنا حبينا أن إحنا نسوي مكان يكون تيكاوي بحيث أنه الواحد يأخذ مشروبه ويمشي بدون ما نسوي مشروع متكرر زي الكافيهات اللي موجودة اللي تتجي تجلس فيها وكذا. فكانت فكرة المشروع انه يكون معانا مكان صغير نقدر نسوي فيها المشروبات اللي احنا نحبها واللي الناس تحبها ونمارس المهنه هذه اللي اصبحت كهوايه بجزء من الحريه. قال
قادتها الظروف الصعبة إلى إطلاق هذا المشروع الصغير أملاً في توسيعه مستقبلاً، كما تقول دليد الكلدي مسؤولة الشؤون الإدارية في المشروع. الصعوبات اللي واجهتنا أكثر حاجة الوضع الاقتصادي اللي هو الصرف، صرف العملة طالع نازل. يعني نحن مثلا حطينا ميزانية مقدارها كذا كذا كم مليون، يعني لما أجينا ارتفع الصرف بعد كم شهر من دراستنا للمشروع، بدل ما حطينا مثلا نص مليون احتياطي لو احتجنا له، رجعنا زيدنا فوقه أضعاف بسبب إنه العملة لعبت فينا وخبطتنا وأخذنا دين لفوق رأس المال يعني عشان نمشي المشروع ونفتح. وطبعا فتحنا، لكن فتحنا بصعوبة وعرقلة، وكنا كل يوم يصير لنا هموم وقع راس ونفكر كيف بيمشي اليوم وكيف بيمشي بكرة، ما بنحنا نفتح. ففتحنا بداية بسيطة عشان نمشي مشروعنا، وعارفين وواثقين إنه إن شاء الله بينجح، لأنه في عدد الناس محبين لدي الأشياء ويشجعوا مشاريعنا، وأي واحد يفتح مشروع صغير كل الناس تشجع وتوقف معه من الصغير للكبير. يدار المشروع بحب وتفان، ويتبادل القائمين عليه الأدوار ويتقاسمون المهام رغبة في التميز والنجاح، إذ يشكل لهم هذا المشروع الصغير مصدر دخل الرئيس ويرسم ملامح المستقبل القريب. المشروع الخاص حتى لو كان صغير ويعطيك جزء من الاستقلالية المادية اللي أنت محتاجها في ظل الوضع هذا، وكمان يعطيك جزء من الحرية في العمل بحيث أنك أنت تقدر تطور في العمل، تقدر تسوي الأشياء اللي أنت تحب تسويها في العمل بدون ما أي أحد يمنعك أو حتى يعطيك أوامر أو إرشادات أنت تكون مرغوم عليها يعني، فتكون أنت حر في مشروعك الخاص. المشروع عبارة عن مكان سفري، يعني كشك سفري للقهوة كمبدئياً، كمشروع بدائي هذا لنا، وإن شاء الله في مستقبلاً بيكبر على حسب وضع البلد. يعني حالياً نحن مقيدنا إنه ما فتحناش مكان كبير عشان إنه أكثر الكافيهات اللي هي متوسعة وجلسة يستهدفوها، يعني ناس تستهدفها المتطرفين، فخلص نحن حبينا نبدأ وما نوقفش حياتنا عشان مجموعة ناس خرب البلد، فقلنا بنبدأ كده بمشروع بسيط وبيكبر مش بس بعدن. يعني إن شاء الله لو أي واحد مننا الشركاء سافر برا ممكن يطور ويفتح فرع خارجي أو فرع داخلي بشكل أوسع. تحديات وصعوبات كثيرة واجهت دليد الكلدي وزميليها في مسيرة مشروعهم الخاص، لكنهم تمكنوا من التغلب عليها وحققوا الكثير من النجاح رغم الصعوبات. كناس أول مرة ندخل في مشروع كان معنا عقبات كثيرة، من ضمنها ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، لأنه أغلب المواد اللي نشتريها وحتى الإيجار اللي ندفعه بالدولار وبالسعودي، فارتفاعها كان مسبب لنا أزمة إحنا، لأنه كان يعني ميزانيتنا محدودة وضيقة، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوز هذه العقبات. ومن العقبات الثانية أيضا إن إحنا نحاول نتميز في البداية وننال يعني رضا جميع الناس ونكسب كثير من الناس وحبهم للأشياء اللي احنا نسويها، فالحمد لله تجاوزنا كثير من العقبات ولا زلنا. طموحات كثيرة تراود دليدة وعماد وعبد العزيز لتطوير المشروع وتوسيعه ليشمل مدن أخرى، تتعدد الأفكار والرغبات، ويبقى النجاح شعاراً والريادة طموحة والتميز هدف لهذا العمل الشبابي المتواضع. قهوة دليدة يميزها أنها خاصة، يعني خاصة ما تنطبخ بأي كافيه، ما حد عملها يعني لا داخلي ولا خارجي، فهي صنعتها أنا بحب ومن خبرة 4 سنوات. يعني كنت أشرب قهوة بعدة أنواع، فوصلت للمجموعة ومكس معين، خلاص قررت إنه يكون هذا شيء خاص فيني، وأعطيت للمحل اللي فتحناه
منها يبدع فيه، وأفكر مستقبلاً إنه ممكن تبتاع زيها زي أي بودرة قهوة داخلياً في عدن أو خارجياً. كل شخص عنده فكرة لازم يطبقها، مهما كانت الفكرة هذه صعبة بالنسبة لك ومهما كانت متشعبة وفيها أمور كثيرة، طبقها ونفذها، لأنه الأفكار تأتي مرة واحدة والفرصة تجيك مرة واحدة، إذا ما نفذتها ممكن ما تحصلش فرصة مرة ثانية. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أتمنى أن ألقاكم في الأسبوع القادم على خير، في أمان الله.